ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر. إذا هز في المشي أعطافه، تعرفت في منكبيه البطر. تكون له صولة تتقى، وأمر يطاع إذا ما أمر. يؤمل أكثر من عمره، ويزداد يوما بيوم أشر. ويمسي ويصبح في نفسه، كريم المساعي عظيم الخطر. يريش ويبري وفي يومه، له شغل شاغل لو شعر. يعد الغرور ويبني القصور، وينسى الفناء وينسى القدر. وينسى القرون وريب المنون، وينسى الخطوب وينسى الغير. وينسى الشهور تحيل الأمور، فإما بخير وإما بشر. يجرعه الحرص كأس العمى، ويحمله فوق ظهر الغرر. وكم من ملوك عهدناهم، تفانوا ونحن معا بالأثر. أخي أضعت أمورا، أراك لنفسك فيها قليل النظر. فحتى متى أنت ذو صبوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. وكتاب كرني شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنا درس كرني أفراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإمساك عن تكفير أهل القبلة. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتغرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. صنفكو هلقم حكاك هذا يا الإمساك كشوكسي لكشوكسده والروح مسلم كاوسكيل لي عن تكفير أهل القبلة دتك أهل قبلها إنو قاليسيو أهل قبلها وحلو جيدا يا لو جيدا دتك مسلمين تا. والإمساك كشوكسي لكشوكسده ويجب حواجب يا الإمساك كشوكسي لكشوكسده الروح مسلم كاستاغ عن تكفير أهل القبلة دتك أهل قبلها إنو قاليسيو قالما وكو حكم يول براءة منهم إنو كبر النقض فيما أحدث وحي سود الريين دينك أي كسود الريين ما لم يبتدعوا هداني بدعيسان وبدعان إلا إيمان ما لم يبتدعوا هداني ابتداعان إلا إيمان ضلالا شيء بادي هدان إلا إيمان فمن ابتدع روحي شيء بدعاء لي مادة ومنهم مسلمين تكمن ضلالا شيء بادي لي مادة كانوا حوهانيا خارجا مدفى اللاقوبيب وهانيا على أهل القبلة أهل قبلها يا مسلمين تدشوا ذكوف اللاقوبي ومارقا متكبحي ونقنيا من الدين دين كهدو شيء يعني بدعة أو كفر يأولي ماد مرحلة دا مركو قارو ويتقرب إلى الله عز وجل إلهي وحالوغو دوانيا بالبراءة منه إن لقبر النقض ويهجر ولقها تشريا ويحتقر وانا لليديا وتجتنب ولقد إيرانيا قدته يعني عددي سفينكي سعدد على لغة ديرانية قد وحالي لهذا صباحا ميشا كصباحا يوفي من كميلها كصباحا يا قد لي لهذا مركو تجتنبوا على لغة ديرانية قدته أي بدعته بلوشي ذا عددي سعدد على لغة ديرانية فهي تاسي أعدى وكفى فتان بدنتهي من قدة الجربي يعني عرضة فين كذا أو كله ويكفى في تام بدنته معناها بيدعدو سيدا ومضى وقفافته سيدا النيف كحولها مرك عذر كي عرضو أي كرد عضو وقفافه وحولها كلودن وقاتسيو سيدا سو كلا بيدعدي مرك أي وقفافته يوقف كي وقاتسينا يا أمضى كلام والإمساك كجوكس عن تكفير أهل القبلة تدك أهل القبلة ضاعين لقال يسير لقتشوكس ده أي واجبية إلهي سبحانه وتعالى روح إسلام إيمان أصغي
إن الدين كسرت مسألة سهلا ما. ولذلك والنبي جن صلوات الله وسلامه عليه وحليه في صحيح البخاري من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا. روحي توحيد كقرة صلاة نت كذا قبلة يذا قابل أوتشيستا جورع يوحى مسلمين تو أي جورعين نعنا محان قرينا مسلمين فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا وحولي يوحى لأنه حقوق وحدوشي سلقولي يوحى لقولي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قف مسلم أمرك إن لله ذو قال أما هو مرتد أيضو قال لماذي حقيق ذي دي آن لحين قال لماذا سيوحى يديب ونقل نسار روحي قفك مسلم كاكويري قال باتخي نبي قول صلوات الله والسلام عليه من قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر حارت عليه أي رجعت عليه. أيما قال يعني لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما قف كان هدو قال يهينا قال لماذا استغي كل بوبي هديك لنا كي قال لماذا الشيغي بيديب أقول نقول نسان فعلك قفك أوسمي والو قالو بكرا قول أوقف أوسمي والو قالو بكرا سوما هدو دين تعاي إلهي كور سوما قالو بي وقالو بي قال لماذا فعل نوان نقطة قول نوان نقطة لكن صدح شيبا مهما إن لفيريو فل كان أوسمي يقول كان أوسمي هرتا قال لما ما يحي وكتابك يصند ما عديين أنا قال لما تحي قضب كلا بعد نوحوي ما ترى مانع قال لما ذي كباتشنا مانع قال لما ذي كباتشنا سيدا جهلي أو كله أما إكراه أو كله أما تأويل سائق أو دليشنا حيابها سوحا لله وموانع الكفر قاعدة أهل السنة مرق وحويه وليس كل من وقع في الكفر كافرا حتى إذا توفرت فيه شروده وانتفت عنه موانعه قف كستوفل قال لما سمي يكما قالوا بيو إلى شروط دي قال لما أي كل بوده موانع دينا ما شايك بحر قف بمثل دين تعاي فالكاني وقال لما لكن ولا في ريقف كي مرك اللي هو مجنون والان قال لي ما لغو حكمنا يا محاق قال لي ماذا كباتي مانع جنون ومرفوع الغلم صمع رفع القلم عن ثلاثة عن السبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. طيب قف بقى قال لي ما لغو خصبي والإكراه بقى سمي حقوق أولي إريا قال لما مكو قالوا بيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مانع من موانع الكفر بيان قاعدة المركوة حوية وليس كل من وقع في الكفر كافرا حتى إذا توفرت فيه شروده وانتفت عنه موانعه والبراءة إن لقبر النقض منهم حق ذا فيما أحدث وحي سود الريان إن لقبر النقض يعني ما لم يبتدع هداني بدعيسا ضلالا شيء باديا فمن ابتدع الروح بدعيسا ومنهم يقى كم ضلالا شيء باديا لي مادا كان وحنقون يا خارجا يعني متكبحي وفكفا لا قوي على أهل القبلة تذكى أهل قبلها أها ومن الدين دين كينا مارقا متكبحي ونقنيا خوارج سوك النبي وحولي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية دين توحي وقبحي عن حي سيدا الليبك وحلقو توقتو مركا وقبحو لنكا كلا وقبحو مركا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل إلهي بالوقود وانيا بالبراءة منه إن لقبر النقض ويهجر ولقها تريه ويحتقر والليديا وتجتنب والقد إيرانيا قدته فينكي صار لقد إيرانيا فهي أعدى وكفى فتان بدنيا هي بدعدي
من قدة الجرب عرضها يعني فين كذا أو كلا وكفى فتان بذيه. الصحابة رضي الله عنهم ويقال وحال أرنيا وقتش إذا ويعتقد وحال عقيدة سنية بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل يديرات كولية خليفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق خلق متك أو فضل بدنوي وأخيره متك أو خير كبدنوي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني وحنكح جنينا بعده أي بعد أبي بكر أبي بكر قداشي سوحنكح جنينا حق فضلك هي مرتبة وحنكح جنينا بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما لبدو داسي وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم واللبدي وزير النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وضجعاه واللبدي للتي في قبره قبر قيسى وماشى النبي محمد كؤاسين هاي قلك عائشة الله قاسي صلوات ربي وسلام عليه أبو بكر يعني عمر بعد نعيد كحيه ونسلي سوحا نقص دحيننا بدون بذن نورين لبدا نور متك أصاحبكها عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل فضل يا ديرات كي شرفت متك أصاحبكها ونفعشننا يوتوقى الله كعبسك علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين انتي كليسوها من العشرة تبنكي كمدها الذين كوا سأوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلة أواتبي الجنة جنة أواتبي ونخلص حن أجريلنا لكل رجل المدكست ومنهم يغا كمدا من المحبة تعيل يكالقعيل بقدر الذي شيء قدرك أن تعلانين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيله هو تبيه ومن التفضيل فضلات ثم لصائر أصحابه أصحابتي سيكالي انتي سيكالي صوحد من بعدهم يغا قداشد رضي الله عنهم أجمعين لما أنتود الله كرر لنقض سبحانه وتعالى ويقال حال أورانيا وحال عقيدة سنيا بفضلهم فضل قد يديرات قد يشرفتود ويذكرون وحال قشيغيا الحصيا بمحاسن أفعالهم أفعاشو ديو وناك سنيت وننسك وحانوكتشوك سنينا عن الخوض إنان دبالنو أما أن دحتيم بنو فيما شيغي شجرة إسكدا دحقالي بينهم دحدود صحابة وإسدلين تقال با دحمري وحاسي سميين وركا وكا قابسنين فهم إيقو خيار أهل الأرض ذاتك أرلد كن الكو أو خيار سنوي بعد النبيهم نبي قوة كقدال ارتداهم الله عز وجل إلهي باكر رالي النقضي لنبيه لصحبة نبيه نبي سئين إلى الصاحبان با إلهي أدورته وقر رالي النقضي وخلقهم الله أبو ري سبحانه وتعالى أنصارا هيليال يقوة لدينه دين كي صوهي لنيه فهم إيغو أئمة الدين دينك أئمة سيوي وأعلام المسلمين وجمع علم وبوره مسلمين ذاتك لقدم بالقادن أي أبورها أهوي رضي الله عنهم أجمعين هل كان إلهي سبحانه وتعالى حشيق كتل ماما يا فضلك يا مرتبة أوسية صحابة النبي محمد صلى الله وسلم عليه قرآن كأمان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نبي يقول لا تصبوا أصحابي أصحابت إذا عاينا محايلة فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه حديمي دينك إذن كم ذي بورت وحدوح الليل أوبحيه مجارين صعب أما صعب بركي أو صحابة النبي محمد أي بحيين مجارين بني بقول صلوات الله وسلام عليه والشرف إلهي سيي
ودورشو إلهي أدورتي نبي محمد صلوات الله وسلام عليه جيلكي وبربارينيي عيلكي صافي أو كورابينيي إن النقضان قضاء وقدرا. إمام مسلم في صحيحه وحكورنا من حديث أبي موسى الأشعري نبي حوري النجوم أمنة للسماء حدقوه وحين نبتقلي أويهين صمد أويهين فإذا ذهبت النجوم حدقوها ضيتقان أتى السماء ما يعدون صمد وحي الله يبوحي أتى السماء ما يعني صمد وحاء إيمانية بما يعدون وحي الله يبوحي وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون أنون النبتقلي يبد بادو يسمى طبيحين وحانو هاي أصحاب تيدا مركا أن كدح بحوان تغو صحابة إذا وحاو إيمان إياه بحي الله يبوحي حنا بيقول صلوات الله وسلام عليه وأصحابي أصحاب تيدنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يعدون أصحاب تيدو وحين نبد قليو بد بادو يسمى طبيحين وطا إلهي السبب تودو وكو بد بادين إياه ومضى إذا مركا صحابة إذا أي تقتو أتى أمتي ما يعدون ومضى إذا وحاو إيمان إياه وحي لو يبو هي واو ايماني مركا صحابه ان ان جعلانه وحا ويه نبي محمد وان جعلانه وحا ويه صحابه وا خريركي انو سو غدبنيه الله سبحانه وتعالى كتاب كيسا هي سنه النبي محمد صلوات الله والسلام عليه وارضي دي نبي محمد دين تن مين فهمين هذان صحابه رضوان الله عليهم ان جيرين دين تم فهم لهي شيل بشيل سو أسو قدبي نبي قلنا وحير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وما ذو حاوق خير بدن وما ذي ذهدا عن دحشوه وحكو حجة كوه كو حجة كوه كسي حجة أيه النبي صلى الله وسلم عليه مركع معتقد كأهل السنة هو حوي الصحابة النبي محمد إن لا تشعل عضو وحين النبي محمد وجا مرقاتك عيل وجا مرقاتك عم أفلق جاء يعيب يعين لقى إلى عليه يا خلاف صن الشيعة الرافضة يا خلاف صنو صبحي وحواجو وجبر يا يجو كت صبح صنيا أبو بكر يا عمر عيدوده اللهم لعن صنم قريش وبنتيهما وداقوتيهما وشبتيهما أرانا سو عجيب ما سكودين من المركان أنا جي شيعة محمد عبدنا أنا شيعة محاول أقولنا أبو بكر يا عمر بيواو وبرية أيوة نعذلي لكن بعيد ما قف صومالي وشيعة بي هذا يوتيوب كشام حضر كسان صومالي لو لقمة توحيد كشيعة صومي دارك طيب ساردي بيرهن كشقين شري كنان أها مركزة وحلي هاي وأشهد حتوعيد كلو قدر يا وأشهد أن أبا بكر أن أبا بكر وعمر وعمر يعني وعائشة وعائشة وحفصة أنهما في النار وحاسة دين دموذة يعني دبل مسجد الدولة دي كسو هو نيان مركز وحللي هاي مسألة سعودي وقدت كواردي باي ورانا سعودي من دين ونوار دي سعودي محانا كالله مسألة ما هي مسألة سياسية معها لكن مسألة عقيدة كترجمة الدين تادي هي عقيدة تادي هي النبي محمد وحي لغوصو ديبي صلوات ربي وسلام عليه ويقال وحلورنا يعني وحل عقيدين بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي يعني خليفة دي سي فضل أوليه صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق خلق وكوف فضلك بدنوي يعني وأخيره متكود وخير بدنوي لكن وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ونصني وحنكو حجين كل بيننا بعده إسك قداشي بالفاروق بان كل بيننا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما لبدو داسنا وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزير في لغة العرب على هذا المعين يعني روحة مساعد كي قفك كالميالي ودجيعاه لبدي يعني مركا قبر جيس للاشي فيه وفي قبري قبر جيس ونسلسو حنقص دحيننا بذي النورين
labada nuur midkii uu saaxiibka waa kee Uthman ibn Affan laba gabdhood oo nabigu u dhalay ayaa loo guuriyay salaatu rabbi wa salaamu alayhi radiyallahu anhu thumma bidil fadli fadliga midkii uu saaxiibka ha dheeraadkii iyo sharafta iyo tuqa alka cabsiga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ajma'in Abu Bakr nabigu aad buu aamane wuxuu yiri ma nafacani maalu qad ma nafacani maal Abi Bakr xoolos iyo waxba iima tarin inta xoolaha Abu Bakr ay tareen wuxuu nabigu yiri salawaatullahi wasalaamu calayhi yacni in allaha arsalanii ilaykum faqultum kadabta ilaahay baa ii soo kiin diray markaasaad tiraahdeen been baad sheegtay waqaala Abu Bakrin sadaqta yacni Abu Bakr baa wuxuu yidhi sadaqta ووصاني بنفسه وماله نفتيسي حوله سيبو يغدقي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي صاحبك ميدي نسان يا لغلي عمر بن الخطاب صعب دون كلام مرتبط كلفت لبدنه بدر كيسا ثم الباقين انت هدايا من العشرة طبنك كمدها وضلحة بن عبيد الله زبير بن عوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص سعيد بن سيد أبو عبيدة عامر بن جراح يافر تقول فضل الذين كواس أوجب لكم إلهي أواتبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي الجنة جنة أواتبي ونخلص وحان أخالص يلينا أقار يلينا لكل رجل ننكستو منهم يغا كمدا من المحبة جعيل بقدر الذي قدر كأن شعلانين أوجب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أواتبي ومن التفضيل فضيلاته ثم لصائر أصحابه انت كذا الأصحاب تسيك لسوهده رجع صائر في لغة العرب حلو استعمال جميع حكروا له استعمال بقية ما بقية من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين لا يكرر لنقطة ويقال وحالورن يا العقيدين يا بفضلهم فضل جودة ويذكرون وحالو شيخ يا بمحاسن افعالهم افعاش ودي وناكسن هل كودي جهاد كودي دعوه فافنت ودي عباده ودي صوم كودي اخلاق دودي بالغ شيخين ونمسك وانكتشوكسننا عن الخوض ان اندبالنا فيما شجر بينه وحي اسكدح قلاي تاريخ الحن صحابه ان لسوغوريو لوما باهنا dagaalkii Muawiya iyo Cali dhexmaray waxay ahaayeen labadoodu mujtahidiin bay ahaayeen qofka mujtahidkaana laba mid uu waayay in asaba falahu ajran wa in akhda falahu ajrun wahid nabigu wuxuu yiri idha hakama alhakim fa asaba falahu ajran wa idha akhda falahu ajrun wahid wa mujtahidiin way dadaaleen dadaalkooda midna inuu ku gafa laga yaabo ajar laga siiyo midna inuu asiib فهم يجو خيار أهل الأرض ذاتك أرلا ذكون الكو خيار سوى بعد النبي من النبي قد كقدر ارتضاهم الله عز وجل إلهي وكر على النقضي لنبيه أي لصحبة النبي النبي قد إن إلى صاحبان وخلقهم الله أبو أنصارا أنصار يجو شيليال يجو لدينه دين تصوهرني فهم يجو أئمة الدين أئمة الدين تواه وهو جامياشا دينت إمامنا وحالي هذا من صحة اقتداؤه روح أن صحيصه إن لقد أيضا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون متك حما تظلق قد إذن يا فرعون يا الشياطين وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأعلام المسلمين مسلمين تبوره دي ويواجمع علم رضي الله عنهم أجمعين الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم الصلاة صلاة يعني مركا أبابي هاي وراء الأئمة أي مدى إيا مدح دا قداشو دا لقود كني إيا والجهاد إلا للجهاد معهم لشركود تاريخ دا مسلمين تو حالوية قاني حقانك مسلمين تو إنو أمدة تجيه لكن كوني استغال بقولي أفر لا تنكي وحي كدن بيه markii da gaaladu ay muslimiinta ku soo duushay khilaafa al-islaamiyya la burburiyay waxay soo saareen wax la yiraahdo fasluddin aan dawlad diinta iyo dawladda hal kala saaro diintu masaajidkeeda ku ekaato dawladduna nolosha iyo nidaamka siyaasiga ah hamaanad inta garayso hamaamush wala natruku wana badil sahabaadii nabi maxamed iyaga hoggaanka hayay iyaga umada diintooda hayay
أيها أدون كود أمامولي أيها أن سيحيني أيها هلقن كي جهاتك قلني ولا نترك كتق من حضور الجمعة جمعة حاضر تانكيس يو صلاتها صلاة دي صلاة جمعة مع بر هذه الأمة ومدان يدا باري يدا متك يدا باري قاينا لتكنو يو فاجرها متك يدا فاجر كا لازم شيء لازم وين ما كان يعني انت اوي هاي الروح امامك ومدته جنيا بريئا متك بريئا من البدعة بدعة متك بريئة فإن ابتدع هدو بدعيست ضلالا شيء باضيا فلا صلاة خلفه كذاشي صلاة لقلت كان يا مجر ورك إمامك وسيدا ويروا لك القاضي يا يوم بدعة البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة مفسقة بدعة وحيوقة بسنطالبة قيبت بدعة قال لما سيدا القرآن مخلوق كويري من قال القرآن مخلوق فهو كافر أما بدعة يعني مركا فسقية هذه وركيس سيدا أنك حمبارنا لكن سخوين كقار كود باكو قرن سيدا تعليق هو إذن كقري وترك الصلاة خلف من ابتدع ضلالا يعني الصلاة إن لقتك الروحي بدعة ليهم وحوية مقيد وحاله قيدية بإمكان أدائها مع غيره وأين يصور تقلو تاهي روح كلا أهل السنة وكدب تكدب أو هيستمر كتبه فإن صلاها معه هدول لتركي سلتك كذا تعليقه هو السواء مع إمكانها يضع يصور تقلو تاهي مع غيره غيرك إنه لتك كذا صحت صلاته سلادي سواء صحيصا عند أكثر أهل العلم أهل العلم يبدن كذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحول إذا ظهر من المصلي ما هي سامي عشان أخريها سأنا يسوى أخريها وذات بها ذكر من هاي شخريه مركع معلمك يعني أرديده وحول لغاية وقال لقام مارمان وي أوف تيجينك وحكامي ذا أما درغ التدريس وحكامي ذا أرديه ومكولا صعودا مسواه ردوينتك الوقاتة أرديه قلبي سوينا هانكرتا مرك من هاج بآخره سؤول لقبيني وحير ما إلا صعتها كاسي أمي ما كاسي ما فهمتين الشيخ هذا بفهمي بيره يا هذا بفهم معي لي شيء مرك هذا اللقبي سوينا تصالك بحسا أرديك سؤال ويديسا بل إيكتا أنت هرودة يا أنت سوتشيت أرديك من حساب بيكوتشرا مسوحة وي درس كاك ولا صعدة إذا ظهر هذه موقت من المصلي روحي مصليها أي إمام الصلاة بدعة أي كم موقت يعني أو فجور أما فاجر نما أي كم موقت أو أمكن الصلاة الصلاة أي صورة قلتها يعني خلف من روح إن لقد خلف من روح قداشيسا أو يعلم الأقيه أنه يسق مبتدع مبتدع أو فاسق أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره أيضاً الصلاة دي أي صورة قلت عيد كله قداش ودين لجودة بتكذب فأكثر أهل العلم تالفت يا أهل العلم أنتوا هذا بدني يصححون ويصححي لين صلاة المأموم الروح مأموم كصلاة ديسة وأما إذا لم يكن الصلاة صلاة هذان أهين إلا خلف المبتدع روح مبتدع قداش ديسة أو الفاجر أم فاجرك يعني كل جمعة وابسيدة صلاة دي جمعة وكله التي إمامها إمام كذوية مبتدع مبتدعوية أو فاجر أو فاجروية وليس هناك جمعة أخرى هل كان جمعك لآن يشرين إمامك ليعدك لو اللقودة بتكذا آن يشرين فهذه تصلى مدى سؤالتك ونيا خلف المبتدع مبتدع قداشيسا يو الفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة سيدة أبديهين وقد كان الصحابة رضوان الله عليه وحين يصلون كوت كذا يعني خلف من روح بيكوت كذا ينقذاش سيعلمون أيوبهم فجوره فاتر المدسة كما صلى عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود سيدوت كذا يغيره غيركي خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط وليد بن عقبة ابن أبي معيط ننكاس يكوت كذا وكان وحوها قد شرب الخمر خمر بذ عبي انتو خمر عبي أي الصحابة يعني الصلاة دي صبح الله برك عدد هالك اللي قرر بينه تجيه بوافر تجيه مركو سلام نقصدي بقصو جي صوحير أزيدكم فيها شيء وحميدين كود درابير إن كارك ودعا هذا بسيادة دو كجرتابير ما هذا وحنور ريبت هذا بسيادة كود درطي عثمان بالوقي والله تشيط لي مركو
ninkaasi ku dabtukanaya maxaa la ilaalinayaa wada jirka iyo midnimada muslimiinta la ilaalinaya طيب وكان عبد الله بن عمر وحواي وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف حجاج بن يوسف بيكدبت كنيه وكان الصحابة يصلون والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال حجاج بن يوسف الثقفي نكى ضالنكا الصحابة دي أبناء الصحابة اللي بقول كن ومكرك كتر ninkaas igu daba tukanay wa heer baa la gaaray quraanka hatta qof u saxal waay ruuxa quraanka igu sii weydeen nag allah diba naayib ka loo qabo marka suu xiri kaannahum khushubun musannada ya ninkaas way nimba yiri xajaaj waa inqaar inkaar qaba inkaar kugu dhacda marka suu dhabsiyo yiri hal dilo سيو فكذو مكسو حوري ما تقانا حجاج ما قانو بي حجاج واني قوي اني قوي اي تقانا بي لفطيد ما يا ما ننتي طبان شيران صحابي يواشا ماركا انا قوي لفطيد ننكا سانا هبيري مرفوع القليم بامبا ويسكي سيدا يا ماركا حيار داسك يا بحس طيب حوري فين ابتدع هدو بدعيست الضلالا بعدي فلا صلاة خلفه والجهاد جهاد كينا وحوهانا مع كل إمام إمام كست لتركيسا فقامية كست أو يعني قالت للجهاد إن للجهاد يعني عدل وعادلة أو جائر أم جائرة والحج حج كينا معه لتركيسا جائز سلمت بنام بنقون قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار قصر الصلاة الصلاة دي إن لقابيو يعني في الأسفار يوجد والاختيار يين لدورته بين الصيام الصوم كالحديثية والإفضار أفرتانك وشي بنان لبدوده روح المسافر كأنه الصلاة دي قابية الرخصة أوقاتنا وهو بنانتها إنه الصوم يينو يعني مركة أفرنا لبدي وهو بنانتها ومسألة فقهية وعقيدة أن يعني للهين حريد أن للهين لكن كتب السلف وحدكو أركسها مسألة عبادات كيكو صابسن مسألة أخلاق دي كصاب سن بعد ركزة مثلا ضحاويه كلا واحد كوار كيسا ونرى المسح على الخفين حقا وصوابا المسح على الخفين خفين كام إسكال شها إن لم يصحضه حاجة لك جهد له شقي قال لك جهد له لكن عقيدة وحاوك يعني شيعة ديدة وحيتري لغها أو حكوت شيران لما مسحنا إيه لغها أو عدبا لما مسحنا يا ميرة طيب وحول بنو خلاف ينسونا وإقصار الصلاة الصلاة إن لقابية في الأسفار السفر هذا لحدودة يول اختياري يعني مركا إن لدورته بين الصيام سون كنحديسة يول إفضار أفرتانك في الأسفار السفر كنحديسة سخوين كنو حيكو دارين والاختيار فيه فيه ذا سوى قضاء حق اللغوية مكلا والاختيار إن لدورته بين الصيام سون كنحديسة يول إفضار أفرتانك حالك لدورنا يا إنه روح الصوم يأينه أفره في الأسفار وقت يدي وسفر كوتشري إن شاء هدو دون الصام وصوم وإن شاء هدو دوننا أفضر وأفره معنى أفر كاس أما صومك وجائز لابد قيبوت بوابنانت اجتماع أئمة الهدى أئمة هنونك إن إسكو وافقين الماضين أوتغي على هذه المقالات مقالات كان يريد الشيخ وميش وكقري ومسائل إجماعة ومدو أيكو كولنتي ومدو هرنا إسكو وافقين هذه مقالات هذه مداني مقالات مقالات وأفعال أفعال ويجتمع عليها أيكو كل من دو شيدا الماضون كويتغي الأولون هري من أئمة الهدى أئمة هنونك أها وبتوفيق الله إلهي سبحانه وتعالى وفجنتيسا أيان يعني أي اعتصى أي اعتصم بها أي قبصدين التابعون التابعين تي كوي صحابة النبي كدم به قدوة كديشو أي قبصدين صحابة يوردا رالي أهانشو أي كرالي نقدين صحابة وجانبوا حي اسكفوين وأي كديرادين التكلف إن اسكلفان تكلف معالي لهذا
ruuxu waxaanu awoodi karin inaan isku kalifo. Nabigu wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh, laa yanbaqii lilmu'mini an yadulla nafsahu, ruuxa muminka uma haboona inuu naftiisa duleeyo. kayfa yadullu nafsa, seebuu naftiisa u duleynaya. an yatacarada min albalaa'i maa laa yudiiq, inuu isu bandhigo balaayada waxaanu awoodin. ayb, waxaadan aqoon baha baabaadan aqoon ha gelin. man dakhala bigayri fannihi ataa biha alcajaa'ibi, walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu, ina asamca walbasara walfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas'uula. saxaabada ridwaan ullaahi calayhim xadiiska tirmidiya ay warinayaan iyo sunanta lagu warinayo, nin baa dakhramay. markuu dakhramay buu waqti qabo, wuxuu yidhi ma ii helaysaan qiil, ma ii helaysaan inaanan biyaha isticmaalin oo aan gugubaysto, aan carraysto oo booraysto. waxay yidhaahdeen marba haddaad awoodi karto kuuma helin. ninkii waa qubaystay, waa dhintay. nabiga markii loo sheegay wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum allah, ninka waa dileen, allaha dile. alaa sa'aluu ida lam yaclamuu inamaa shifaau alciyi assu'aal, dadka may wax weydiiyaan haddaanay wax garanayn. jahliga dawadiisu waa maxay? waa su'aasha. jahli maxaa kaa xiga? jahli inaad ka baxdo waxaa kaa xiga su'aal. fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna. wajaanabu, waxay ka dheeraadeen attakallufa, inay iskalifaan. fiimaa shay ay isku kalifaan kufu laga kaafiyey, yacnii fasadiduu, way toosnaadeen. bicawni illaahi, ilaahay kaalmadiisa. wawuqifuu, way istaageen meeshii la doonayay inay ku istaagaan. walam yarqabuu, maanay nicinoo, kamaanay jeesan. canil itibaaci, raacitaan ay saxaabada nebiga iyo nebiga ku daydaan. oo fayuqasiruu, markaa ay gabood falaan. walam yujaawisuuhu, kamaanay gudbin oo kamaanay xad gudbin. tasayudan, ay liajli tasayudin, siyaado iyagoo dalbaya. oo fayactaduu, markaa ay xad gudbaan. fanaxnu, annagu waasiquuna, kuwa ku kalsoon baanu nahay. billaahi, alle subxaana wa tacaala. wa calayhi, alle subxaana wa tacaala, dushiisa. almutawakiluuna, kuwa tala saaranayaanu nahay. wa ilayhi, alle subxaana wa tacaala, xaggiisa. raaqibuuna, kuwa ka jirinayaanu nahay inuu na waafajiyo. fi itibaaci aasaarihim, aasaartooda inaan raacno. haadihi, middaani. maqaalaatun, maqaalaad weeye. wa afcaalun, ficilo weeye. ijtamaca, calayha ay ku kulmeen. almaaduuna, kuwii tega. alawaluuna, horreeyey. oo min a'imati alhuda, a'imada hanuunka. wa bitawfiiqi illaahi, ilaahay waafajintiisa. ayay ictasama biha, ay qabsadeen. attaabicuuna, taabiciintii. caqiidadan ay qabsadeen. qudwatan, ku dayasho ay saxaabada ku dayanayaan. wa ridan, raalli ahaansho. wa jaanabu, waxay ka dheeraadeen. attakallufa, inay iskalifaan. fiimaa shaygii ay isku kalifaan kufu laga kaafiyey. fasadaduu, way toosnaadeen. bicawni illaahi, ilaahay subxaana wa tacaala kaalmadiisa. waawuqifuu, way istaageen meeshii layidhi ku istaaga. lam yarqabuu, yacnii maanay nicin oo kamaanay jeesan. canil itibaaci, raacitaan ay saxaabada nebiga raacayaan. oo fayuqasiruu, marka ay ku gabood falaan. walam yujaawisuuhu, maanay gudbin xadkii. tasayudan, ay liajli tasayudan, iyagoo siyaado dalbaya. fayactaduu, marka ay xad gudbaan. fanaxnu, anagu waasiquuna. billaahi, ilaahay kuwa ku kalsoon baanna. wa calayhi almutawakiluuna, dushiisaanu tala saarana. wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. wa ilayhi, ilaahay xaggiisa. raaqibuunan, ku tacallujanayna. wa ilayhi, ilaahay xaggiisa. raaqibuuna, kuwa ka jirinayaannahay. fi itibaaci aasaarihim, raadkoodi inaan raacno, inuu na waafajiyo. almuxaafadatu, in la ilaaliyo. calaa adaa'i alfaraa'idi, faralada in la guto. iyo warawaatibi, sunnayaashi. iyo wajtinaabi almuxaramaati, muxaramaadka in laga dheeraado. haadaa, kani waa sharxu sunnati, sunnaha iyo caqiidada sharaxeedii weeye. isagaa sharxu sunna ku magacaaba. taxaraytu, waxaan ku dadaalay. kashfahaa, inaan faydo. wa awdaxtuhaa, aan caddeeyo. faman wafaqahu allaahu, ilaahay ruuxii u waafajiyo. lilqiyaami, yacnii inuu ku dhaqmo. bimaa shaygii. ambahtuhu, aan ku baraarujiyey. maca macuunatihi, lahu isagoo kaalmaysanaya. bilqiyaami, yacnii markaa
مع معونته له يسوق كلام السنة بالقيام يعني مركا إنه كو استاجوا على أداء فرائده فرض الذي سينو قتو بالاحتياد سد ذلك وكجره يعني بالاحتياد سقو مركا كد ذلك في النجاسات النجاسات كينو سكير عليه يو إسباق الطهارة الطهارة إنه تام يلو على الضاعات الضاعات كي عبادات كدشودة وأداء الصلوات صلاته إنه قتو يعني على الاستضاعات أوداتك يعني أود دوشة إذا يضل لقول الصيام معناها أدو استاجي كار استاج كنت كذا أدو فرد يعني فرد كنت كنا وأودي كار واستاج فرد كنت كذا أدي كلاين عو كنت كذا وإيتاء الزكاة السكدي إنه قتو يعني على أهل الجدات دتك حولها وصاحبك جدات أو بفتح الجيم حقا معناها يسبدلها مركز يعني أهل الجد وبمعنى أهل المال والقناعة أهل المال والقناعة على أهل الجدات ذاتك حولها لها يعني سكذا سودوش وذكو واجبس والحج حجك وكو واجبه على أهل الجدة ذاتك يعني هنتظ لها يولي استضاعات أود ذاتك لها وصيام الشهر بشي صون كذيبا وباستغن واجبه أو لأهل الصحة ذاتك عافمات كقبيك واجبية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وخمس صلوات شن صلاة دوت صنها وحاجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي واجدي صلاة الوتر صلاة الوتر كل ليلة هبين كستا إيه ورقعتي الفجر لبدد رقعدود فجرك وصنه إيه يو صلاة الفجر والنحر يا صلاة عيد الفجر يا عيد الأضحى وصلاة كسوف الشمس والقمر صلاة قر حمدوباتك أم ضي حمدوباتك إذا نزل مركو ديغو يعني مركو قر حمدوبات أم ضي حمدوبات أو دعوتشي وصلاة الاستسقاء صلاة الروب ضلبك متى وجب يعني مركا أباري أي دعضو متى وجب مركا يواجبتو مركا أباري أي دعضان لوتشي عرشيكو هذا مثل وشرح السنة السنة شرح يديوي تحريتها وانكود ذلك كشفها إن انفيدو ميالها قموتكو كتيرو فرق اسكو خلاف سنين إن انعدي وأوضحتها وانعدي فمن وفقه الله إله الروح وافجي للقيام قيامك وإستاد لكن معنى أعنبا لوكتش ذايو للقيام يعني إنو أو إستاد أو كردقم بما شيء أنبهته أنكبر روتيي مع معونته الله يسوع كلام السنة بالقيام إنه يستجوا على أداء فرائده فرالذي شئنه قت واجباتك الصبح أضم ذا إلهي مركو كل قيبنا يحيي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه وحوي وانك واجباتك بجدن محارمتنا والله إيمانه ومنهم مقتصد مقتصد وحوي واجباتك والله إيمان لكن سننتي يوحيابيه خير بتسك على ما إيمانه ومنهم سابق بالخيرات واجبات كبليم سنن كبليم محارمتينا وسكيل عليه بالاحتياد سد ذلك وكشر إنه وسكيل عليه في النجاسات النجاسات كوسكيل عليه حي لي ظهارد وشرد من شروط الصلاة وإسباق الظهارة الظهارة إنه تامي على الضاعات عبادات كي الضاعات كدوشودة وأداء الصلوات صلاته إنه قتو على الاستضاعات أود يا كرتان يضل لبدرية وإيتاء الزكاة سكد إنه قتو على أهل الجدات يعني دتك أود أصاحبك أما حولها يهندد أصاحبك إنه قتان والحج حجكينا على أهل الجدة دتك هندد أصاحبك دشو دكواج ولله على الناس حج البيت من استضاع إليه سبيله يعني عمر بن الخطاب وحوري سعيد بن منصور في سننه سيد كورني يعني وحان دوني أردت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ما قالوا يمكن أن شق أدره يعني فيجعل أيلان الجسية جسيد أي كقاضان يعني كل من عليه جدة ولم يحج أفكستو حولها يستو أن سوحجين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين والاستضاعات كرتان يدو لقدر وصيام الشهر بيش الصوم كيدو لأهل الصحات دتك عافمات كقبو أصغناد
وخمس صلوات شن صلاة دود نستنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي بسنية صلاة الوتر صلاة وتر كل ليلة هبين كستا روح إنه وتر وكسيح أبو هريرة النبي قدر دارمي أبو در بقدر دارمي صحابة ضد بدن بقدر دار بل وشرف تقفك مؤمنك إنه هبين سوء صلاة كيف يواجه إنه أبريه حقا ولا في عين يا نبي قول إن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس سلف كانوا حيله وقتل ما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ورقعتي الفجر لبدر عدود الفجر وصلاة الفجر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر صلاة قر رحمدواتك يدي حمدواتك إذا نزل مركة قر رحمدوات يدي حمدوات أدقه وصلاة الاستسقاء صلاة رب دلبك متى وجب خاتمة الرسالة رسالة قبل قبل ويجب وحواجب اجتناب المحارم محارمتي حيا به إلهي حرم إن لقد يرادو يول احتراس يعني إن لا يسكى إلاليو من النميمة اسكو درك إن لا يسكى إلاليو القتات لا يدخل الجنة النمام لا يدخل الجنة قفك ددك اسكو درا جنة مقال والكذب بينتي إن لا يسكى إلاليو يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والغيبة حنتي إن لا يسكير عليه حنت محاول تقانيه يا حن محال لها ضدك هذا حمته سو كل شيء مثل سو كامغن سو كامغن واسكمت نبي قحولي أتدرون من الغيبة حنت ما تقانيه ذكرك أخاك بما يكره وأولالك أتكوش يكتوح من عبي السنة سومالي بنت قفك عايب ورانا يكو حمان ما يواتا يهرشوك تيورانس يا أنا مكو حمان يواتا يهرشوك تيواصدا يصدا يصاص وذكر أخاك بما يكره والبقي قرد الرؤ يعني إنو كده يرادو اسكيل عليه بغير الحق حق حق درر وأن يقال إن ليرهدو على الله إله دوشيسا ما لا يعلم وحان أغير إنه إلهي كشف القول على الله بغير علم وكبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر طيب كل هذا أرك أدمانتي كبائر دميوة ووي محرمات لحرمي فمن رعى روحي داقة حول الحما سيرها هريره سروحي داقة فإنه يوشك حوله يا أن يواقع الحما سيرها إنه قدع أنا ننكي حرانت أكتغى حارانتي وقود عيا سوما حارانتي وقود عيا فمن يسر الروح اللفظ ذي لهذا متكن أو كتابك وحكو قرنا فإنه يسقو على الهدى هنوم بكسقين من الدين دينك حقس وكسقين وعلى الرجاء رجاء إلهي نحرست سئن الرجاء يكسقين رجدا سو من الرحمة نحرست إلهي حقس كاهات معنى نحرست بالله رجيني وفقنا الله إلهي أن وافتيه أنك إيا وإياك يعني قفك مسلمك يا أدقبا إلى سبيله الأقوى وددي ستوصل إلهي هنا وافتيه بمنه الجسيل قلديس يعني مركا أن دمانين إيا الأقدم هو الرسي وجلاله العلي إيا شرفتيس ويناشيه سكرية إيا الأكرم وناقبضا والسلام النبي تقليو ها أهاتو على من روح قرأ علينا السلام روحي السلام تنوسو أقرينا السلامي وإسلام كي سلاني دوشي سهات دادكي كلا الشيخ ما السلامي مياه مياه وإندلاقا على حد قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها ولا ينالوا قاري ما يسلام الله إلهي سلانتي سقاري ميسو ها على الضالين يعني قوى المنصن ولا ينالوا سلام الله سلامة إلهي قاري ميسو الضالين قوى المنصن المنصن حقا كالمنصن نبت قليدة إيا سلامة إلهي قاري ميسو والحمد لله ما هذه أمان لمن تيدو حايسكالي إلهي بايسكالي ربي العالمين ربي قوم كابرت نجست الرسالة رسالة ديوان دمييي بحمد الله ما هذه إلهي أنيقو كرديهان يومنه جلديسا
يو صلواته أما أنتيس أما ياليس صلي علماء حيل هذان إذا جاء يعني من الله هذو حق إلهي كيما دوا من الرحمة هذو حق ملائكة كيما دوا من الدعاء حقوها حق للآدميين كيما دوا للاستغفار لكن ولا قصحان يا وركاس ابن القيم الجوسي كتاب كيس الوي عن الجلاء والأفهام في الصلاة خير الأنام حويل صلي وحوي وثناء الله على عبده في ملأ من الملائكة وإلهي أمانه أدونك وكل حمانه ملائكة تريح وكل حمان وتيال بدن وأيكوك الدوين صلي يا رحمة دونه كيان دليلك أقومي مثلا القرآن كوك كيان يوم إلهي حول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة حالك لصار صلي يا رحمة دي وأنا لا يسكو عطفي عطف كنا اللغة العربية والعطف يقتدي يعني للمغاير أنت بدأ محوك هنا كلا دوناش هذاني راح دو آمنة يهنداي مي ما يسكو مدبع صار لو أقف مكلا لكن وين حريري حرير كاس لا يسكو عطفي وحوك هنا يا محي إنك كلا دوين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نجست الرسالة الرسالة دي وادمي بحمد الله ومنه الله مهديس أنا وكل هني قل ديس وصلواته أمانتيس الله سبحانه وتعالى أمانهيس على محمد النبي محمد وش سها هذين وآله آل كي سها هذين آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأتباع ديسي أتيوا لها لولا آل محمد يعني أتباعه هذاني أهين صلى المصلي على قاوي أبي لهب وحكى له آل محمد لوت الماما وإنتي إسلامتي وآل جعفر آل عباس آل علي آل عقيل وأصحابه يا أصحاب تيسي أصحابي محل لها ورم الروانية مصطلحي هذا اللي يدين دي يا رباه ما هو صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك طيب ولو تخللت ايش رد هذه صور حق شنا شغا قروقات ما هيسان طيب انت وقفت طيب وحلي مركه وازواجه يحاسسك سي الظاهرات ظهرنا حاسسك النبي وما غير هاي سيدي تونا يا كوبي طبعاً مستسقال جواري ده هدي أدوما هالكو دارو ميقاي هايين كوبي طبعاً هدي كلام حي هايين سقال رواية كغاركود حديث تسقال بيت المامي يال غاركود كوبي طبعاً بيت المامي جمعاً بين الأدلة العلماء غاركود وحي لهدين وأمرك جواري ده لقو دارو طيب قارو فرين واجرين سوما قارو نبي فرين مجرين يا كم ده حفصة كلية مثل متكلم ابن الجون قبر ليها ابن الجون اللي يلا هذا أو قروح بدن هيا دومرك واحد يصير عايشة حفصة ملها سوق يدن كسارة سامي ده وهو فكرين يدو أعجمي تسك مسكين هيدو حيكو يرادين نبي عمرك وكوس وقرا الله ربته إنه كتش على هذا وحترى أعوذ بالله منك سما مركون النبي وصو قال لي أعوذ بالله منك النبي وحول لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك خلاص مدوين والله مغنقشية ها تيركيني آد وكبير النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الجون عالية معرضها عالية ابن الجون بقى حديثته أي أيكو تعليميا أيكو تعرفيان وكارتو مركز وما وكارتو هذه القف كان رزقيس إلهي باقري رزقيس إلهي باقري حيرض هذه وحي كجري قميسا مايو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأسواجي يحاسسك سياء الظاهرات ظهرنا وصلم إلهي يعني هنبت قليو نبي صلى الله عليه وسلم عليه كثيرا
إن بدن إن بدن إلهي النبي جيسة أن بتقولي صلوات الله وسلامه عليه. كتابك حقيقة وكذا ما تسمع يا وعينا النقن وحقيقة نكيمي حقينا أن سوقار وذات كي أنتو رأك وسومرتي بديد لوكين واي هلي بكي ولا ما لوكين مركو فكر وعيري ورسيدي بان رأك بديد أي وصدرة توش بوقاتو فيري وحن دون يا عد حقينا نكيمي حقيقة أن سوقار مركز علي ورقي يوقي واتن ذاتك وقتشيل ترى الوقت علم هذا وشرف ترى هلوقي مركز كتابكم مركز وين من نقوم حقيقة نكيمي حقينا أنا أن سوقار وين دورة لقبتي كلي عن نقوم إن لو يلايو أتكع لسان قفل وسيفة فيه عشر كل مراجعيو دبل لوجوع العليو إلهي سبحانه وتعالى توفيق لها نوافج اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.